مرحبا بكم الشباب، معايا في فيديو جديد. اليوم غادي يكون فيديو عباره على جوج رياكشن. عندي رياكشن ديال ملخص مباراه المغرب، حيت البارح ما تفرجتش انا في الماتش، قلت صافي خليت نرياكتي لكم نيت في يوتيوب، ما حد وليت كندير محتوى للكره. اما الرياكشن الثاني غيكون في فيديو اخر، اللي غنكون هذا الفيديو مقسم على جوج بارتيات. اوكي، المهم خليكم دابا مع المغرب ونشوفوا شنو دارت. اوكي، عندنا المغرب ضد زامبيا. شوفوا هذا الماتش، هذا شنو كاين فيه؟ من ليالي المنتخب، ليلة أخرى من ليالي المغرب. هاد البعلوك هو اللي كان في موناكو مصدعين بالريلزات والبوستات. فين ابراهيم دياز؟ او حداه وناحي هذا بن عطية. بن عطية، يحيى عطية طلعت انا. شكون حكيمي؟ زياش، نايس. اكيد نصيري تنقولي رحيم. حق رحيم لعب تصفيات كأس العالم، التصفيات الإفريقية ليست مفروشة بالورود يا سادة. صنجمة المغرب، اوكي. فين 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 هو رايحين؟ كاين. هو العز، صافي بلوكي عيطولي، نايس. المغرب سيلاقي زامبيا في هذه الليلة في واحدة من المباريات. ابراهيم دياز على يسار سيكون رقم 14 من البداية. هنا عز الدين عرضية يا الملعب، عز الدين ولاحي بينية يوسف. هاد الخطوة اللي دار النصيري ناضي خطف عليه دغيا، شكون ما خطفهاش ديك الساعات وطاح فاش دا الجول كان ما غاديش يحسبوا بيلانتي. ركلة جزاء للأسود، طيح هو هذا. أول انطلاقة، أول ضربة، أول لعبة، أول لمسة. عز الدين يا عز الدين، حتى أناحي ليوسف. يوسف غيباكي حكيم ولا نصيري؟ يطير ويهرب ويجيب ركلة الجزاء للمنتخب المغربي. الأسود في أول هجمة، الأسود في أول بينية. يا سلام، قنطرة صغيرة بين قدمي المدافع مصطفى. ضربة حكيم أمام مولينكا، حكيم حتى جول. الأول حكيم زياش يسجل أولا. 1-0 لأسود الأطلس في مرمى الرصاصات النحاسية وفرحة المدرجات هنا في أدرار. 1-0 يا زياش، زياش يا زياش. لا حتى الآن جيد في أول بالضبط. في أول عشرة وحيرة كفرة. الدين 1-2 انطلاق الهجوم. اشرف حكيم يحافظ على الكره، يحيى والاضافه. لكن بالنسبه لثعالب الصحراء 2-1 من الاميره السمراء، هذه الكره من زياش بعيده الى خارج ارضيه الملعب، الى خارج ارضيه الملعب، ركله مرمى. النسخه القادمه من كاس الامم الافريقيه سيكون في المنتخب المغربي مرشح غير العادي. اول تويت للمغرب غناخذ هو الديزاين ديالو زوين. ممكن النسخة الأخيرة بعد المونديال. العرضية نايف أكد بالرأس يبعدها إلى رمية تماس. العرضية في القائم الأول، الرأسية من كليمور، هرب راح. عرضية الركنية قادمة لمنتخبنا الوطني، ركنية مغربية. العملاق الأهلاوي المصري أمين عدلي. هذه صعبة، هذه صعبة يا بونو. بونو دير بحال نويوز كيقول لك خرجت عليك. خطيرة حكيم زياش. واو واو، شنو هذا الديزمات ولا لا؟ باقي 20 دقيقة. قلب الدفاع يتحرك في كل مكان. اسيست هنا، اسيست زوين. كون باسات بشوية في بلاصة ميتي راحت هو تيرا. المغرب عند الدقيقة 20، هنا العرضية هو الحارس امبانتي. امبانتي عرضية اكارد وحكيم لدى هنا، لكن الكرة تبقى. لا لا لا، زوين الصراحة، دريبل زوين، ولكن شت اكلوا الكرة تعود من جديد، ملعوبة طويلة وصلت هذه المرة. اشرف الجيش الملكي بينما لمسة نزلت متواصلة. مهدي بن عبيد اقتراب من المرمى، هذه واحدة. زوينة. يا سلام يا سلام. لم تكتب لعبة لي زوين الصراحة. اشكون وناحي لي باسالي باين دياز خصو شوية الكيكين باور شي بوك. الكرة الماضية، الفرصة الأخيرة. صاير لي لعب، لا وناحي وناحي لعب علي، ولكن شو هنا الزاوية مفتوحة مع وقنتا هكا باغي. اودي كانت لمسات ولعبات وكرات ممتعة للاعب المنتخب المغربي، لكن لم تكتمل اللمسة. هنا اللعبة اللي كانت هذه خطيرة، هذه خطيرة. أيوة. خطيرة جدا. باتسون تاكا الأرجنتين يكتسبون الثقة، خطيرة خطيرة. والكرة إلى خارج أرضية الملعب. كنسول وكنجاوب راسي لوجيك. دير لايك. الحكم يقول ركلة مرمى. تحركات تاكا
يكتسبون الثقة. هذه خطيرة خطيرة حداري، عود سيمبولو والكرة العرضية الراسية من رومان سالم. والله تشيل زامبيا من ضاغطين تشام فهمتي هاجمين، ولكن الحمد لله الدفاع موجود والكرة لا زالت لناحي حطاب، الكرة فيها مرور الخطورة للمغرب. لا اروع ما يكون على مستوى المغاربة المحترفين قوية سياش. هكذا كان رد الوليد الركراك، وليد الركراك يحيى عطية الله سيلا. يرفع الكرة لا يمرر أرضية الياس بن صغير حتى ايوه اسلق عليه اسلق عليه ولد الحرام وليد الركراك يحيى عطية الله يرفع الكرة لا يمرر أرضية الياس بن صغير حتى ابراهيم دياس قنطرة مرور ملعوبة عرضية الرأسية لكن أشرف حتى إبراهيم دياس ممكن يمر واحد دو البالانس كده بالانس في دور الأسرة ملعوبة السرعة موجودة لكن بعيدة جهة الأسرة انطلاق اللوبام كينس كينس مورا 20 عام للقصير كرة العرضية يوسف مرة كفرة الجول أغلبية تيقول لك كفرة الجول في ديك المنطقة اللي تهز الجول والصافرة تأتي من السنغالي وأخونا أصلا ضرب صاحبه على يوسف النصيري لمصلحة العود من جديد. المحاولة في مرور هنا تسديد رائع من القارة الآسيوية الصفراء الكرة تعود من زيغية اللي بشكل كبير هذه واحدة من الكرات الزامبية على اليمين يحيى يخسرها لكن وصلت بينية في العمقات خطيرة حذاري من ذاك حذاري بونو بونو يا بونو نايرال ديالنا بونو بدور المدافعين يبعد هذه الكرة لوحده على اليسار كم قريب والخطا لمصلحه المنتخب المغربي اول الكروت الصفراء في المباراه حكيم يضرب الله يعين السيد عيسى السي على المكان مره العلوزياش قويه لحكيمي الى خارجها الداكه خطير جدا حذار من هذا الداكه قويه الى خارج ارضيه الملعب نايس يقول كره ضاعت ونتمنى ان تضيع كل الكرات ايمانويل باندا تلعب في بلادك بالمعلقين ديالك يحاول من جديد على اليمين يحافظ عليها يورا العزوزي راح مر من الاول يمرر الكره الدفاع ملام اصبحت مشروعه للجمهور المغربي ان يحقق كل شيء المغربي شغال فعال حتى الان في هذه المباراه اخر الداكا وباندا بداية الشوط الثاني وصا الياس الياس من صغير يحاول يجيب الركنية وتبقى لمصلحة المغرب في الجهة اليسرى يحيى عطية الله في الجهة الأول بينية في الأرض عن يحيى وسط ولا العرضية ولا الرأسية من الركنية هذه الاثنين كعبي رحيم ما يدخل دابا سفيان وأيوب يتحدث يرفع الكرة في القائم الأول خطيرة لمسة يد من يرفع كان بامبا أيوة السالة نايس إلى أناحي أناحي إلى زياس زياس يرجعها سعد الاستحواذ عند المغاربة رأسية النصيري والدفاع يمكن بالصغير سير إبراهيم الكرة البدلاء ممكن العرضية والدفاع على الكرة ابراهيم دياس يمر من الاول التغطية دياس ممكن يمر لوحده عرضية لا فيك صوت خليه هو يمشي وكونسونتري ديك الساعة بحال في المساحة يوسف النصيري تصل بشكل ممتاز زوينة زوينة كيمشي الله الله والله تا ان دو لعبات زوينة زوينة ثنائية زوينة مرة اخرى يا دياس متى ستسجل بقميص كان عليه يزيد يباسي النصيري أن المباريات لم تكن كثيرة لكن كنت قريبا جدا للمرة الثانية في هذه المباراة شوف اللقطة هنا التسديدة لكن تمويه والأروع من إبراهيم دياز والوالتو نجحت هذه المرة وصلت اقتربت الله لا 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 نايس 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 نعم يا سادة اقتربت هذه المرة الفتى الذهبي النجم الصغير الياس بن صغير يسجل الثاني لمسات لعبات تمريرات وتيكي تاكا مغربية في الوصول إلى الشباك عن طريق دياس وحكيمي واللمسة واللعبة الأخيرة بضربة الصغير ابن الصغير ولا هو ابن الكبير الياس هو من يسجل الياس هو من يدون الياس هو من يضرب الشباك الياس الكرة تلعب إلى اليسار خطيرة مرتدة سريعة نايف أجارد وباقي الرفاق يستعيدون الكرة مع سرعة وسام العزيز سرعة وسام العزيز والمضايقة اللي كانت من نايف أجارد كذلك هنا في بوابة زوس العالية الكرة تعود صغير يمر من الأول يحاول التأكيد زوين تحرر المنتخب من زوج لا سكين بقيت كنشوف الله طاح كاع التوازن وحيد كره خطيره والله هذه قلت بيتي شوف شوف شوف
من الزاوية كتبان خارج، ولكن من بعيد واو تلك كتبان بعيد. الإدارة الشيفهم يحمسهم بالتاريخ ويهددون مرمانا. الكرة فيها تهديد خطير لياسين بونو، واخطر كرة زامبيا في شوط المباراة الثاني عن طريق لاعب واحد فقط، هو القصير، هو المكير رقم 20 باتسيا. وكأس ألمانيا أرقام كبيرة للنجم الخطير شيلوفيا، قوية في المرمى، قوية في المرمى. زامبيا تعود على كورة، ما غطيتش الزاوية المغلقة ديال الكبون، هي صعيبة شوية ويسجل الأول بطريقة عجيبة وغريبة. المهم الماتش سيكون سهل هنا، كل شي ماتشات أخرين إن شاء الله راه غادي يكون لكم أوف كورس. بالنسبة للمباراة الودية حاليا على قبل ماتش البطولة، المهم أنا طالع لي مباراة ودية، أنا راه غتلعب شي ماتشات ديال اليورو 2024 بحال مثلا ألمانيا ديال الإنجليز، لعيبة بحال هكا هادوك تكون شابكه فيهم تما نجوم العالم تيكونوا تما غير يكتبوا عليهم تما. المزيان طوع عليكم بزاف، كيشوفني اول مره تسجل واحد لايك سبسكرايب كومنت، نشوفكم في البارتيه الثانيه ديال الفيديو. بيس اوت.